شوف هي هاي الشعوذة والطلاسم فيها خير وفيها شر، هذه الخدمة لها نوعين، خدمة سفلية وخدمة علوية. وأنا معاك شيخ روحاني، يعني أنت ساحر الآن، أنت تسوي أحراز للشيعة. نعم. عندهم خيطوش وليطوش، الاستغاثة، الذبح، ذبيحة تذبحها وتوديها الخرابة، كل ذلك كما قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما يخدمونك لين تكفر. اللهم لك الحمد أن جاءنا واحد من المعممين وعطانا الصورة عندهم. تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا. شيعي ولا سني؟ شيعي. حياك، تفضل يا أبو القاسم. نعم، اليوم موضوع الحلقة على الطلاسم والسحر والشعوذة. صحيح، أنت قلت أنه الشيعة يسمحون للناس أن يعني يسوون سحر أو شعوذة أو طلاسم. إيه، لكن يعني شوف، هي هاي الشعوذة والطلاسم فيها خير وفيها شر. إيه، اشرح. هذه الخدمة، اسمعني، هذه الخدمة لها نوعين، خدمة سفلية وخدمة علوية. تمام. الخدمة العلوية يعني أنت تقرأ القرآن الكريم، لكل آية لها خدام، يعني تقرأ الآية مثل سورة الفاتحة لها الملك الأخضر، يعني الناس اللي يعرفونه أو أنت قارئ بهذه الكتب، عندما تقرأ هذه الآية ألف مرة يعني تقدر تحضر هذا الخادم وتعمل به للخير على فك السحر للناس. مثلا شخص عنده سحر عن زوجته فراق، أنت تقدر تفتحه. فعلماء الشيعة جوزوا هذا الشيء ثم قالوا: هناك خدمة سفلية وخدمة علوية، من يريد يتبع الخير فليتبع، ومن يريد يتبع الشر فليتبع. وهذه يعني السحر والشعوذة. شنو الخدمة السفلية؟ شنو الخدمة السفلية؟ الحين عرفنا العلوية، شنو الخدمة السفلية؟ الخدمة السفلية هي يعني لتفرقة الأزواج للنكاح، يعني أنت أي بنت تريد تنكحها عادي، يعني للخدمة السفلية نتوجه عليها جن، وهذا الجن قد يساعد على أنه البنت تعجب بك وتغري بك كذلك يعني. وهذا عادي؟ بس يعني هذه لا، هذا حرام، هذا حرام عند الشيعة. بس يعني السيد أو المعمم يقول لك هذا حرام ولا يجوز، يعني تبقى أنت ونفسك. يعني إحنا الشيعة المعممين حللونا بس الخدمة العلوية هي لمعالجة الناس. وأنا معاك شيخ روحاني يعني. أنت شيخ روحاني، ما شاء الله ما شاء الله، زين. تعال يا شيخ روحاني، أنت تعرف دعاء السباسب؟ لا والله ما سامع به. دعاء السباسب من أدعية المشعوذين، وبشير النجفي يقول أن دعاء السباسب موجود في كتبنا المعتبرة، ويقول أنه مجرب وينصح بالاستعانة به. دعاء السباسب فيه الاستغاثة بالجن، هل يجوز الاستغاثة بالجن؟ اسمعني، يجوز الاستغاثة بالجن فقط عند الحلال. يعني أنت يجيك شخص يعني عنده ربط هو وزوجته، أو شخص مفارق زوجته بسبب السحر، أنت بهاي الحالة شو تسوي له؟ أكيد أنك تستغيث جن للتعامل مع الجن السفلي. أيوة، إذن أنت الآن تذهب فتكون ساحر، أنت ساحر الآن، بس تسحر، يعني ساحر مو شرير، ساحر بس قاعد تفك السحر. لا، أكو سحر. بسألك الآن، لما تبي تفك السحر شو تسوي للجن؟ الخدمة اللي تسويها للجن شنو؟ شني؟ أنا اللي أسوي بخور اللبان، أنت تعرفه. إيوة، وبعد؟ أو البخورات المعطرة، يعني بخور هذا يستعمل لهذه الطريقة بس. تقرأ القرآن مثلا سورة الفاتحة تقرأها 10 مرات. لا 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 لا، مو فاتحة. شلون تنادي الجن؟ أناديه من القرآن الكريم. القرآن ما فيه جن ولا عفاريت، هذه من تأليفاتكم. لا، حتى القرآن حطيته فيه جن. من اللي قالك؟ شنو دليل؟ اسمعني، شنو دليلك؟ أنا أقدر أثبت لك. شنو دليلك؟ أنا أقدر أثبت لك. إيه، أثبت. أنا أقدر أثبت لك. لكل آية في القرآن الكريم من السورة الأولى للسورة الأخيرة لها خدام ولهم أسماء، مثل سورة الإخلاص. أثبت بالدليل، أثبت بالدليل. هذا زور القرآن كتاب توحيد، ما في شعوذة ولا سحر ولا خدام ولا بطيخ. أنا قلت لك القرآن يستعمل للخدمة العلوية وهي معالجة الناس. أثبت، لا تسولف لي، لا تسولف لي، لا تسولف لي. أنا عارف أن هذا دين المعممين، وعارف أن هذا دين مشايخكم، وعارف أن المعممين هم أكثر الناس استخدام لهذه الأمور. أنت تدعي أن القرآن كل آية وكل سورة فيها خادم من الجن إلى آخره، شنو دليلك؟ شوف، الدليل ما راح تصدق أنت إلا تكتسب هذه. لا بصدق، ما تبيني أصير مثلك؟ بصير مثلك. يلا شنو الدليل؟ أنا ما مسوي شيء غلط، أنا أتبع الحلال. يا رجل، أنا ما قلت سويت غلط ولا صح، أنا أقول شنو الدليل على أن كل آية من الآيات عليها خادم من الجن. تفضل.
الدليل في ممارستي بهذا العمل، يعني أنا مارس هذا الشيء يجي هذا الشيء. يعني الدليل من عندك. يعني أنا شوف اسمعني، أنا هسه قدام الملأ كلهم اللي موجودين والبث المباشر، خلي يفعلون هذه الطريقة. أقول لا لا لحظة لحظة لحظة، هي مو تسويق لشغلكم شعوذتكم. لا ما خلني خلني أقول لك، إذا ما عندك دليل ثبت أن ما عندك دليل وأنكم مجرد مفترين على القرآن. لا أخي عندي دليل. مفترين على، أكمل كلامي لو سمحت. الحين خليتك تتكلم، أبيك تسمح لي الآن إني أتكلم. يقول كل آية لا خدام، كذب أعوذ بالله. بل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الحفظة هم الملائكة، عفاريتك عندك في حسينيتك اللي يحفظون الإنسان من الشرور هم الملائكة. ويرسل عليكم حفظة، الملائكة هم الذين يحفظون الإنسان. وإن عليكم لحافظين، فإذا أردت أن تحفظ من الجن ومن غير الجن تقرأ آيات القرآن، الله عز وجل يحميك ويعصمك، غير الأدعية الأخرى التي يحفظك الله بها. شغل الشعوذة هذا عندكم. سورة الفاتحة لها الملك الأخضر، أبي أسألك وين شفت الملك الأخضر أنت؟ ملك أخضر؟ ما في ملك برتقالي؟ يا أخي خليني أكمل كلامي. جاوبني، في ملك برتقالي؟ لا ما في ملك برتقالي، أنت الآن قاعد تكفر. والملك الأخضر يصير إسلام ها؟ الملك الأخضر هو خادم سورة الفاتحة. سؤالي، الملك الأخضر إسلام؟ نعم إسلامي. يعني هسه أنت هل تعتقد أن عالم الجن موجود؟ شوف شوف، تدري شنو سبب ضلالكم يا هذا؟ سبب ضلالكم، سبب شرككم، سبب شعوذتكم، بعدكم عن القرآن. أنت مو عارف القرآن، زاعم أن القرآن كتاب شعوذة، كل آية على رأسها جني، جني ياخذ مراجعك إن شاء الله. بل القرآن كتاب حفظ، كتاب توحيد. واتبعوا سورة البقرة ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. مثلك، عرفت ليش كفر؟ شياطين يعلمون الناس الكفر مثل ما أنت تتعلم الآن. بقرأ عليك كلام بشير النجفي، اسمح لي اسمح لي. ولا متابع أي شخص، هذا مرجعك، أحد المراجع الأربع في النجف، هذا موقع بشير النجفي، شايف إيش كبر عمامته. السؤال، أود أن أسأل عن سندي دعاء السباسب. يعني هو شايف دعاء بس ما يدري وين من وين جايبينه. يسأل عن السند، أشعر أنني تحت تأثير السحر الأسود، ونصحني أحدهم بتلاوة دعاء السباسب يوميا، أرجو أن تخبرني عن موثوقية هذا الدعاء. الجواب، موجود في الكتب المعتبرة. تحدي لأتباع بشير النجفي المشعوذ إن يجيبونه من الكتب المعتبرة برواية معتبرة. ومجرب، استعن به، استعن بدعاء السباسب أعوذ بالله تقربا إلى الله ويحميك الله من كل شيء. يلا تعليقك يا أستاذ. نعم نعم. يعني من يقرأ الدعاء هو في حالة سحر، يعني هو يعني مصاب في سحر، يعني ما يقدر يستطيع يفعل أي شيء. من يقرأ هذا الدعاء راح يخفف عنا هذا الألم. لماذا؟ لأن هذا الدعاء يعني هو أنت من تدعي راح يتأثر بك الجن. لحظة 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 لحظة، أنت من وين عرفت دعاء السباسب أنه يقرب ويبعد؟ شنو منين عرفت؟ قبل شوي تقول ما أعرف شنو دعاء السباسب. هو يعني شيء أكيد، دعاء السباسب للمسحور. إيه شنو شنو؟ عبارة عن إيش؟ للشخص المسحور، يعني هو يبعد عنه هذا السحر، هذا فائدته. أنتوا شغلتكم عياذا بالله. ليش تقول شغلتكم؟ أجبني. مو شغلتكم، مو عندنا أهل السنة نعتقد أن السحر كفر، بس أنت عند المراجع، عند المراجع شغلتهم. لا أنا مو عند المراجع، أنا عند نفسي، أنا لا أتبع أي مرجع في هذا الأمر، أنا اتبعت هواي. الحين اتبعت هواي. زين خليني. قبل شوي تقول من الدين والقرآن وكل آية والحين اتبعت هواك؟ عشان بس ما نطعم مراجعك لما قرينا فتاواهم صار اتباع هواك؟ يا الله يا أنتم زئبقية يا هذا. راح أقرأ لك من مكارم الأخلاق بعد إذنك، مكارم الأخلاق للطبرسي 1/415، الفصل الخامس في الأحراز. أنت تسوي أحراز للشيعة؟ نعم تسوي. ها أكيد. إيه حلو، بسألك عن الحرز هذا، شوف كثير من الأحراز موجودة. إيه حلو حلو حلو، حرز لأمير المؤمنين عليه السلام للمسحور اللي أنت قاعد تقوله، والتوابع
والمصروع والسم والسلطان والشيطان وجميع ما يخافه الإنسان. هذه كتابته. أي كنوش أي كنوش أرشش عطنيط نيطح يمطيطرون في ريال سنون ما وماسا ما سوما يا طيط شالوش ما لك تصاب بشيء خيطوش مشفقيش مشاصعوش أو طعينوش لطفيتكش إلى قوله جن. يا هي شراهية حيا قيومة إلى قوله. شايف الطلسم جن. هذا أنت تكتب طلاسم هالشكل نفس الطلسم هذا اللي حاط طبرسي؟ لا هذا مو طلسم. هاش يطلع هذه قريتها هي أسماء. أسماء إيش؟ أسماء جن يستغيث بهم الطبرسي. ها لكن مو جن مؤدي للبشر تعلم؟ مؤدي إلى البشر. أنت تقول هذا من الدين صح؟ لا ليس مشترط الدين يا أخي ليس مشترط. إيه شنو أجل؟ أنا قلت لك من البداية ليس مخير. أنت تدخل بهذا العالم الروحاني أنت حر. أنت يا روحاني مر عليك هذا خيطوش اللي طوش اللي قبل شوي؟ أكيد مر عليه. اسمه خيطوش ها؟ لا شو اسمه؟ له أسماء له مثلا خاطش عندهم خيطوش اللي طوش الاستغاثة الذبح ذبيحة تذبحها وتوديها الخرابة دجاجة وترميها هناك تكتب القرآن بدم الحيض أو النجاسات كل ذلك كما قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما يخدمونك لين تكفر لين تسوي شيء شركي كفري بعد ذلك تترقى مراتب. كل ما أعوذ بالله تسوي لك مصيبة من الكفر يرقونك حتى تصير الراس الكبير. شكرا لك. قال لك روحاني هذا واحد من المعممين. الله أكبر اللهم لك الحمد أن جانا واحد من المعممين وعطانا الصورة عندهم. يسخرون يروحون يجيبون البنت ببيت أهلها مو موافقة على الزواج يخلون يتزوج. هذا الجني الأخضر والجني الأحمر وما هو إلا شياطينكم المردة. لا جني أخضر ولا بطيخ. أعوذ بالله من هذا الدين أعوذ بالله من هذا الدين. قلنا لكم السحر والشعوذة عندهم في المعممين. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.